هكذا وعلى بركة الله وحفظه مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا الثالث في المجموع الثاني للابكار والثالث في المجموع. تابعنا معاكم الشوط الماضي فكان من نصيب جدلان لمالك نادر بن سعيد بن صبح العفاري، سجل 4 دقائق 38 ثانية بدون اوامر. هكذا يسير الشوط الثالث، نذهب الى المقدمة ونتابع بداية الشوط على المركز الأول اللي هي أرباح سيف بن عبد الله بن مايد المسافري، يقدم أرباح على المركز الأول. المركز الثاني ظبي محمد بن سعيد بن سالم الشيخ، بينما المركز الثالث متابعتنا إلى المركز الثالث إلى الحاكمة محمد بن راشد بن حضير بن الكتبي. على المركز الثالث يقدم الحاكمة المركز الرابع. هنا الوصول في هذا الانطلاق من قبل الذيبة، الذيبة محمد بن حمد بن محمد الكتبي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع القدوم قبل سرابة أحمد بن علي بن محمد بن عواد النعيمي على المركز الخامس. المركز السادس أشوف القدوم قبل المسك خليفة بن حمد بن مبارك المهيري على المركز السادس. هكذا نتيجتنا، هكذا هو النداء للست المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط، ومصورنا نتابع كافة الشعارات. بعد ذلك نرجع إلى المركز الأول ونتابع الصدارة على مقدمة الشوط الذيبة محمد، أو هذه أرباح سيف بن عبد الله بن مايد المسافري، مسيطرة تمام السيطرة على المركز الأول ومعلنة هذا التواجد في هذه الانطلاقة الرائعة. كما نتابع كما نراقب هذا الشعار الذي يحكم القبضة على المركز الأول في هذا الشوط وهذا التحدي الممتاز بأداء رائع بتحدي جميل على بداية الشوط. هنا على المركز الأول في هذه اللحظات أرباح 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 سيف بن عبد الله بن مايد المسافري الذي يقدم لنا أرباح. المركز الثاني الظبي محمد بن سعيد بن سالم الشيخ، المركز الثالث نواره علي بن سالم بن سيف القائدي، وهنا تدخل السايحة سالم بن سلطان بن ميرين الكتبي يقدم السايحة في هذه اللحظات، وأرى ميرال سالم بن محمد بن سليم العفاري الذي يقدم ميرال في هذا الانطلاق المتميز. نتابع هذا الانطلاق ونتابع هذا الأداء الرائع في هذه اللحظات، ما شاء الله تبارك الله، العروض الجميلة التحديات المميزة نتابعها من خلال هذا الانطلاق الكيلو الأخير، الكيلو المتر الحاسم الذي يحسم الموقف، يحسم العرض الجميل والممتاز على المركز الأول بحوزة السايحة. السايحة مع صدارة، السايحة مع المركز الأول سالم بن سلطان بن ميرين الكتبي الذي قدم السايحة على مقدمة الشوط في هذه اللحظات وهذا الانطلاق الرائع. المركز الثاني ظبي محمد بن سعيد بن سالم الشيخ، المركز الثالث أرى نوارة علي بن سالم بن سيف القائدي على المركز الثالث. المركز الرابع أشوف الذيبة محمد بن حمد بن محمد الكتبي، وهناك القدوم من قبل ميرال سالم بن محمد بن سليم العفاري. ولكن نتابع نتابع الانطلاق، نتابع هذا التواصل المثير على المركز الأول السايحة سالم بن سلطان بن ميرين الكتبي، المركز الثاني نوارة علي بن سالم بن سيف القائدي. نتابع الانطلاق، نتابع هذا التحدي، ما شاء الله تبارك الله على العرض الجميل، على التحدي، الإثارة نتابعها من خلال هذه اللحظات على الصدارة والمركز الأول السايحة. السايحة 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 ونوارة، السايحة ونوارة، القائدي ولا بن ميرين؟ بن ميرين أم القائدي؟ ولكن تهانينا والناموس
الى سالم بن سلطان بن ميرين، اهلك تبي على فوز السايحه بالمركز الاول، المركز الثاني يذهب الى نوار علي بن سالم بن سيف القايدي، المركز الثالث اللي هي الذيبه محمد بن حمد الاكتبي، المركز الرابع الضبي محمد بن سعيد بن سالم الشيخ، المركز الخامس رقم 7 ميرال سالم محمد بن سليج بن عفاري، والسادس رقم 5 الحاكم محمد براج بن حطيري بن الاكتبي. التوقيت 4:45.